بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. أمر الله تعالى موسى عليه السلام بأن يذهب هو وهارون عليه السلام إلى فرعون. قال تعالى في سورة طه: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأشارت سورة الحج إلى تكذيب الأقوام لأنبيائهم، وختمت بإن موسى عليه السلام كذب، وكذب موسى، يعني ختم ذكر الأقوام اللي ذكرتهم أو اللي أشارت إليهم سورة الحج بذكر كذلك أنه ممن كذب موسى عليه السلام، وكذب موسى كما استمعنا إلى ذلك في الآيات المباركات. لأنه كذب موسى فرعون، وكمان كذب موسى قومه من بني إسرائيل، حتى بعد سوق وبعد وجود الآيات البينات العظيمات، إلا إنه بعد كل تلك الأدلة كذب موسى. وده اللي احنا بنحاول نوضحه من خلال استحضار ما قصه القرآن الكريم من قصة موسى عليه السلام من خلال النظرة الموضوعية الاستقصائية. بنجيب القصة من القرآن الكريم كله عشان يكتمل قدامنا العنوان اللي وضع في سورة الحج بأنه كذب موسى، وبنشوف الموضوع من خلال استقراء القرآن الكريم كله لنرى كيف كذب موسى عليه السلام. نعود إلى قصة نبي الله موسى حين دخل إلى قصر فرعون ومعه أخاه هارون عليهما السلام، على سيدنا موسى وسيدنا هارون السلام. وها قد وصل موسى إلى القصر. وصل موسى إلى القصر اللي تربى فيه، قصر فرعون. وصل موسى أمام
القصر الذي تركه منذ 10 سنوات هارباً إلى مدين خائفاً يترقب، خائفاً من بطش فرعون وكذلك الذباحين اللي أرسلهم فرعون لكي يقتصوا من موسى إذا ثبت أنه هو من قتل ذلك الرجل الذي كان يعمل خبازاً وكان قبطياً مصرياً. وكل ده سيدنا موسى هرب ومشي، كان عقب حادثة زي ما قلت لحضراتكم قتل موسى، القتل الخطأ للقبطي، حادثة القتل الخطأ التي وقع فيها موسى عليه السلام. لقد دخل موسى وهارون إلى قصر فرعون، دخل وهما يذكران الله تعالى بقلبيهما ولسانهما لا يكفان عن ذكره جل جلال الله. امتثلوا في ذلك ما علمهم الله تعالى إياه بأنهم لا يفترى ولا يقصر في ذكر الله تعالى وتسبيحه، وكمان أنهم سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام يكثران من ذكر الله تعالى، وبالذات في حال مواجهة موسى وهارون لفرعون، ليكون الذكر عونا لهما على هذه المواجهة الشديدة، ويكون قوة لهما بمدد الله تعالى الحي الباقي، كما علم الله تعالى ذلك لنبييه الكريمين موسى وهارون عليهما السلام، وقال الله تعالى لهما كما قص علينا القرآن: ولا تنيا في ذكري، يعني ما تأثروش في الذكر، واذكروا ذكري كثير، وبالذات وانتوا حتواجهوا فرعون، لان دي مواجهه مش سهله بالنسبه لموسى وهارون عليهما السلام. وقلنا قبل كده انه الاشاره دي ولا تنيا في ذكري، هذا التوجيه الرباني الكريم من الله تعالى العلي العظيم الى نبييه الكريمين موسى وهارون عليهما السلام، ده توجيه الهي كذلك للمؤمنين في كل زمان ومكان، إن هم لما يدخلوا على المهمات العظيمة الكبيرة الشديدة يدخلوا عليها بإيه؟ بكثرة الذكر، عشان تفتح مغاليق الأمور، ويرزق المؤمن التوفيق العظيم التام الكامل، وإن ييسر للمؤمن الأمور، تيسر له الأمور وتذلل له العقبات، لأن المؤمن الذي يكثر من ذكر ربه بيكون في كنف الله تعالى وحفظه ورعايته، وإنه بكثرة الذكر كذلك تكثر حولنا الحفظة ببركة ذكر الله تعالى الحي الباقي. فكانت الإشارة دي في القصة القرآنية الواردة في سورة طه للنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام بأمر الله تعالى لهما: ولا تنيا في ذكري. فجت هنا القصة القرآنية تديك إشارة بمعنى، وكمان يعني ده من خلال استقرأت القرآن حتجد في قصة موسى وهارون الإشارة إلى الذكر وفي غيرها من قصص القرآن، ولكن هنا موقف مهيب هيتعرض له موسى وهارون عليهما السلام، لأن مواجهة فرعون ليست بالمواجهة اليسيرة ولا الهينة زي ما هنشوف بعد كده تباعا في هذه القصة. وكمان جلنا الأمر في المباشر في القرآن الكريم للمؤمنين بكثرة الذكر، يعني شوف من الحاجات اللي ذكرت إن إحنا نكثر منها كثرة الذكر في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فكثرة الذكر نجاة للعبد ورعاية ومدد وإمداد، لذا كان الأمر الإله بالإكثار أو بإكثار الذكر، إن إحنا نكثر من الذكر لمدد الذكر العظيم للذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات. فاللهم اجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم آمين أجمعين. ونرجع لقصتنا، دخل موسى وهارون عليهما السلام إلى قصر فرعون،
وهما ممتثلان أمر الله تعالى، مكثران من ذكر الله تعالى كثيرا. ولما أن نظر فرعون إليهما سألهما: من أنتما؟ فأجابه موسى بقول لين هين، لأن الله تعالى قد أمر نبيه موسى أنه حينما يتحدث إلى فرعون ويبلغه رسالة ربه عليه أن يتحدث بطريقة هينة لينة، رعاية لأن فرعون قام بتربيته. فقول له قولا لينا، فقال له بقول هين لين: إنا رسول ربك. فصدم فرعون بجواب سيدنا موسى واغتاظ جدا وحملق بعينيه وحمر وجه فرعون، وبالذات كمان لما كمل سيدنا موسى حديثه وقال لفرعون فأرس، كما قص علينا القرآن الكريم في قوله تعالى على لسان نبيه موسى: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وساعتها بدأ فرعون يتفرس وجه موسى بدقة. هو لغاية دلوقتي معرفش ان ده موسى، لان كان سيدنا موسى فر لمدين بعد حادثة القتل الخطأ، وقعد 10 سنين هناك وتزوج ورجع بزوجته، وطبعا كان غاب عن فرعون وقت طويل جدا من الزمان. هو لغاية الكلام ده فرعون لم يعرف ان ده موسى، فبدأ يتفرس وجه موسى ويدقق النظر اليه. فهذه الملامح ليست غريبة عنه، وان هذا الصوت وهذه الطريقة في الكلام يعرفها فرعون جيدا. فتذكره فرعون وسأله: ألست موسى؟ فأجابه موسى: نعم أنا موسى، وهذا أخي هارون. طبعا لما عرف أنه موسى، وكمان جاي بيقول له ده أخويا، يعني هو كمان يعلم أنه هو من بني إسرائيل وأن ده أخوه كمان، فاعتبر فرعون كمان مجرد أن يقول له إحنا رسول ربك وطريقة الكلام بقوة، اعتبر ان ده يعني ما قاله موسى نوع من التجرؤ عليه وتجرؤ على سلطانه وعلى ملكه. فنظر فرعون بعين الغضب إلى موسى وسأله بتعال وغطرسة وكبر، وقال له كما قص علينا القرآن الكريم في سورة الشعراء: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فبدأ فرعون يمن على سيدنا موسى ويقول له: إحنا اللي ربناك يا موسى وأحسننا إليك، وإنت لسه طفل صغير، وراعيناك في قصرنا هذا وأنعمنا عليك مدة طويلة من الزمن، فماذا كان منك يا موسى بعد كل هذا الإحسان والرعاية إلا أنك كفرت بنعمتنا وقتلت نفسا منا. طبعا فرعون بيقصد بالكلام ده أنه يذكر سيدنا موسى عليه السلام بحادثة القتل اللي احنا أشرنا إليها منذ قليل، قتل سيدنا موسى للخباز القبطي المصري الذي قيل إن اسمه فانون. طبعا سيدنا موسى كان بيحوش، واحد من بني إسرائيل استجار بسيدنا موسى، والقبطي كان له أو المصري القديم له سلطان على بني إسرائيل، فبالتالي كان ده شايف نفسه مستضعف، وهو اللي ما كانش مستضعف ولا حاجة كان بيشاكس في هذا المصري. فسيدنا موسى بيحوش بين الاتنين، فبيدفع المصري عنه عشان ما يضربش اللي هو من بني إسرائيل، فوكزه موسى فقضى عليه. فسيدنا موسى لم يقصد قتله إنما أراد دفعه. فسيدنا موسى لما فرعون بيذكره بيقول له: لبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، هو ما يقصدش الكفر بمعنى الكفر العقدي، إنما هو عايز يقول له أنت ما عندكش وفاء، أنت كفرت بالنعمة، لأنه المصطلح ده ليه أكتر من معنى. مصطلح الكفر في القرآن له استعمالات ليها، طبعا بنعرف المعنى اللغوي بعد كده المعاني الاصطلاحية عشان نفهم الاستعمالات المتعددة لهذه اللفظة القرآنية كلمة الكفر. وسيدنا موسى عليه السلام أصدق من أنه ينكر تلك الحادثة اللي هي حصلت لما فرعون بيذكروا بيها، لأن موسى زي ما قلنا لم يتعمد القتل، وبدأ يوصف لفرعون حقيقة اللي جرى واللي حدث، وبين لفرعون إنه لم يقتل هذا الرجل المصري عن عمد، بل قتله خطأ،
وإنه كان من المخطئين في هذا الأمر غصب عنه، هو ما قصدش ده، يعني هو لم يتعمد قتله بل أراد تأديبه فقط، عشان هو كان ماسك في تل أبيب ذلك الرجل الذي كان من بني إسرائيل، فأراد أن يدفع به موسى بعيدا عن الإسرائيلي، فوقع الرجل ميتا. فقال موسى لفرعون كما قص علينا القرآن الكريم في سورة الشعراء، قال فعلتها. أنا مش بنكر إن أنا قتلت قتل خطأ، بس أنا قتلت قتل خطأ، لم أتعمد، وهناك فارق بين القتل العمد والقتل الخطأ. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني أنا وقعت في القتل الخطأ وكنت من الجاهلين بأن الضربة اللي أنا ضربتها لذلك القبطي هتقتله أو هتقتل الخباز القبطي فان في الحال، أنا كل غرضي أن أنا أحوش ما بينهم. وبين كمان موسى عليه السلام أنه بعدها هرب إلى مدين خوفا من بطش فرعون، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. يعني أنا أصبحت رسول مكلف برسالة وأنا جاي أبلغك الرسالة دي. وبعدين اعترض موسى وأنكر على فرعون إنه بيمن عليه أمام كل الحاضرين، ما عجبش سيدنا موسى الكلام، وطبعا دي جرأة أشد، يعني ضايقت فرعون، فهو بيقول له أنت بتمن علي أنك ربتني وأنك كبرتني وأنك رعيتني في قصرك وأنك أحسنت إلي وأنك قمت برعايتي. فسيدنا موسى لم يعجبه هذا الصنيع من فرعون، فماذا صنع موسى مع فرعون في تلكم اللحظة الشديدة؟ نتعرف على ذلك في الحلقة المقبلة، وألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل بتيسير الله تعالى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أون، ومشاهدي القناة الأولى المصرية، ومشاهدي كذلك الفضائية المصرية، وأهلا بكل مشاهدينا في كل مكان. سريعا ننوه إلى صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا، بنستقبل أسئلة السادة المشاهدين عليها، ما بجاوبش من خلال أي صفحات، الإجابة فقط من خلال الشاشة، وإحنا عاملين يوم مخصصين للرد على أسئلة حضراتكم اللي هو يوم الأربع. إحنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاث بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبنتشرف ناخد أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة في النصف الثاني من الحلقة. ويوم الأربع هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على الصفحة، وبنعرض كمان فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. معانا يا ست أم سيف،
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة ازاي الله تعالى حضرتك يا وبركاته. دكتورة؟ أهلا أول مرة وسهلا، أشرف بحضرتك، أهلا منورة وسهلا، الشاشة والله، وكلامك كله على دماغنا بصراحة، بنستفيد منك كتير. ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يخليك يا اتفضلي دكتورة. اتفضلي كنت فندم. عايزة أعرف ما معنى كلمة روحانيات في الإسلام، يعني إيه روحانيات؟ حاضر. الله يبارك لك، يعني في عشان أنا مريت بحاجات وكده، فأنا عايزة أفهم اللي أنا فيه ده إيه. انت مريتي بحاجات اللي هو بقى بيقول لك نقرا لك عشان الروحانيات والحاجات دي، ولا انت قصدك ايه في انك لا، أنا شفت حاجات في بيتي على الحيطان وعلى الشبابيك، ومريت بظروف كده صعبة، فأنا كنت عايزة أعرف ما معنى كده هل خالطتي الناس اللي بتقول لك انا بفك وما بفكش وكده، ولا او بقرا بصراحة. اعمل لك رقية؟ بصراحة أنا حاولت أروح لشيوخ كتير، ورحت فعلا لواحدة زي كده وادتني ورق، وأنا ما استعنتش بالكلام ده، واستغفرت ربنا وابتديت أصلي وأقرأ في المصحف، بالظبط. والحمد لله دلوقتي مستقيمة في الصلاة وبصلي وعلى طول ماسكة السبحة دلوقتي هل الحمد انت لله. مريتي بظرف اجتماعي معين في حياتك خلاكي مريت بإن أنا سبت بيتي طبعا وانفصلت عن جوزي وكده، وطبعا خد مني عيالي، فانا بصراحة يعني مريت بظروف صعبة، فهم قالوا لي برضو ممكن يكون ده نفسيا وكده. طبعا طبعا طبعا، وده اللي احيانا يعني بعض، مش عايزه اقول كتير، بس بعض السيدات يلجأوا بقى للناس اللي تقول لك انا بقرأ وانا ارقي وانا اعمل، وبيصطادوا الانسان في لحظات الضعف البشري لما بيمر بمشكله ما. ماشي يا ست ام سيف، ربنا يلهمنا الصواب. يا ست ام احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله ازي تعالى حضرتك يا وبركاته. دكتور؟ الحمد لله الحمد لله. معلش انا عندي سؤالين بس. نعم حبيبي، عندي سؤالين. اتفضلي معاكي، اتفضلي. السؤال الأول، أنا متجوزة بتاعي بقالي 3 سنين، بس في بأدي كل واجباتي معاهم، بساعدهم انا عايزاكي بس حاجة. صوتك يبقى واضح شويه. ست ام احمد، متجوزه في بيت عيله بقالك 3 سنين، بساعدهم، بأدي كل واجباتي معاهم يعني، بس لو في أي زعل مثلا صدر مني، أي خلاف كده، بياخدوا جنب مني جامد، ولو ابني مثلا ضرب ابن عمه أي حاجة كده، بيلوموا عليا إن أنا سايباه، بيضربهم، بيزعلهم، انت ليه بتسيبيه كده، مع إني يعني بقول له ما تعملش كده، هو مشكلته إن هو شقي شوية، بس انا نفسيتي تعبت شويه، فمش قادره اتعامل خالص، مفيش لي بيت تاني مثلا هروحه، بقيت بتعصب على ابني. طيب والزوج، الزوج فين يا ام احمد في القصه دي؟ الزوج والله انا ما بحبش ادخله، علشان هو انا مش عايزاه يدخل طبعا، عشان مش عاوزين يعني يحصل مشاكل اكبر، لكن انا بس بتكلم بيقول هو رايه ايه مثلا لما بيحصل حاجه زي كده، ده اللي بسال هو فيه. بيزعل وكل ده، بس انا ما بحبش ان هو يتدخل يتواجه ما معاه. بينهم. عشان طيب لو انت مش ليكي بيتك المستقل، يعني شقتك ليكي ولا انت عايشه معاهم؟ طيب في نفس البيت، لو بس قللتي بيتواجه. شوية وجود الولد عندهم عشان ما تحصلش مشاكل، بيحصل حاجة؟ ما ينفعش، لازم يكون موجود ابنهم وكل الكلام ده. تمام. طيب يا ست أم قولي. السؤال التاني، معلش، بعد الاغتسال من الجنابة بلاقي تاني يوم كده في سائل كده بينزل، حكمه حاضر ايه مثلا، الوضوء او الاغتسال مرة حاضر تانية؟ معلش. حاضر حاضر، شكرا جزيلا. أستاذة اعتماد، السلام أستاذة عليكم. اعتماد، عليكم السلام ورحمة الله تعالى ازي وبركاته. حضرتك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا يا أستاذة اعتماد، أهلا وسهلا، الحمد تفضل. لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك ويحفظك يا رب، عمر مقبول إن شاء الله. اللهم آمين، وينولها للأجمعين يا رب. أنا الحمد لله حجيت وعملت 3 عمرات الحمد يا لله رب، ويزدنا فوق ذلك إن يا شاء رب. الله. ورحت آمين. والله في رمضان، والله دعيت لك قدام الكعبة صدقة، ربنا والله. يتقبل، وأشكر حضرتك ولك مثل ما دعوتي لي وفوقه إن شاء الله ربنا يخليك، وزيادة. دعيت لك ودعيت لأولادك آمين. أحمد وسادن، ودعيت يا الحاجة، وكذا مرة دعيت لك والله هناك قدام الكعبة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم استجب، اللهم استجب. شكرا لحضرتك، اتفضلي. والله يا حبيبتي أنا بحبك كتير قوي قوي في الله، أحبك الله. وحلمت بيكي كذا مرة أحلام جميلة كلها. طب الحمد لله، هي المبشرات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم بشرنا بكل خير. في حاجة تحبي تسألي فيها أستاذ اعتماد؟ ولا أنت داخلة تجبري خاطرنا يعني؟ طيب معانا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد سلام عليكم. يا أستاذ أحمد. طب يا شادي التليفون. طيب معلش يحاول مرة تانية أستاذ أحمد، ولو عدر يدخل يسيب السؤال في الكنترول. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم، وكان في سؤال من أمس يا رب إن شاء الله ربنا يعني يبارك في الوقت نجاوب على كل الأسئلة الخاصة بحضراتكم، وإحنا كمان بنضع عناوين للأسئلة عند الإجابة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص، وأن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين. اللهم أمين. ألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. وكانت الست ام سيف بتسال عن الروحانيات ومعناها ايه في الاسلام، وهي كانت بتقصد، انا هبين لحضرتك المعنى، لكن هي دخلت في سكه اللي بيرقوا ويدوها ورق مكتوب عليه، مش عارفه مكتوب ايه، طلاسم ولا ايه، وبعد كده بقت تتخيل بحاجات بتشوفها. على العموم مطلقا يعني في معنى كلمه الروحانيات دي أصلها من الروح، والروح أرقى من النفس، وكل ده يعني ليه معاني عظيمة وليها تفسيرات كبيرة، لكن ما أظن أن حضرتك تقصدي هذه المعاني، لكن حضرتك بتقصدي الأمور اللي هي الاندراج أو اتباع بعض هؤلاء اللي بيقولوا عن نفسهم أن هم بيرقوا الناس، أو أن هم بيحصنوهم، أو أن هم بيعملوا لهم أي نوع من جلسات الذكر. أنا كل أنا شايفاه من حضرتك إن حضرتك بسبب إنك خضتي تجربة إنسانية شديدة تعبت حضرتك وخلتك في ضعف إنساني، والإنسان في حالة الضعف بيستجيب لأي ناعق، لأي حد بيقول أي حاجة، ولقلة الخبرة ببعض الأوقات أو عدم استيفاء الإنسان في إنه يسأل سؤال جيد، هذا الفعل ينفع أن أنا أعمله أو ما أعملوش، فبينزلج أو بيدخل الإنسان أو تزل قدمه فيتبع بعض هؤلاء العرافين أو الدجالين اللي يقولوا له ما عرفش هات ونعمل لك كذا، ويكتبوا طلاسم ويدوها له، ويخيل للإنسان حاجات بيشوفها، سواء هذه الخيالات يراها أو هي من دواعي نفسية أو بسبب مرض نفسي. أنت عليك أنك تحصني نفسك وما تعمليش تاني اللي أنت عملتيه ده. إحنا في قوة إحنا مش شايفينها حوالينا، من الملائكة الكرام، ودي مخلوقات نورانية، وكذلك من الجن، وهذه مخلوقات من نار. الإنسان عنده الملائكة الكرام وعنده كذلك القرين. الإنسان هو بكثرة الذكر بينشط أهل الذكر والطاقات النورانية الطيبة اللي هي الملائكة، المخلوقات النورانية الطيبة اللي هي الملائكة الكرام، أو إنه بيكون بيتبع وسوسة الشياطين وبالتالي بيكون أميل لفعل السيئات. مين اللي بيتحكم في هذه الأرواح إنها تكون يعني مصاحبة لذلك الإنسان، الأرواح الطيبة من الملائكة أو غيرها من هذه المخلوقات الأخرى كالجن؟ الإنسان. الإنسان هو اللي باستقامته وإحسانه هو اللي بينشط أي من هذه القوتين. فأنا كنت من الذاكرين كثرة الذكر، وإحنا لسه قايلينها في مقدمة التفسير، بتكثر حوالين الإنسان الملائكة الكرام، لأن الملائكة بيجوا مع الذكر، والملائكة لهم دور عظيم في حياة الإنسان، ولما بيكتروا يدعوا للإنسان، ومنهم الحفظة، ومنهم أنواع كثيرة من الملائكة الكرام. لما بنكون الإنسان ده يكون من أهل الذكر، أهل الذكر العملي والقولي، سواء بيقولوا بقلبه أو بلسانه أو بأفعاله، إنه بيتقي الله في أفعاله، فده تنشط عملية كثرة الملائكة الكرام حوله. كان من الغواه، من الغاوين، ينشط أصحاب القوى الأخرى من النار، وهم الجن، من مردة الجن، ما بتكلمش من الجن المؤمنين.
وبالتالي انا اللي بحرك القوتين دول. انا ما اعرفش اللي رحت قريت او اللي قريت لي دي قريت ايه ولا كتبت ايه ولا عملت طلاسم، انا مش عارفه هي بتحط ايه، وبحط نفسي في طرق وبحط نفسي في وسوسه وخيالات، وتقول لك ما اعرفش روح ايه، ما تقفلي الباب ده تماما. المؤمن رب النبي عيسى والسلام نزل عليه القران الكريم وحي من عند الله سبحانه وتعالى، فيه الشفاء لمن اراد. فأنا علي أن أقرأ المحصنات اللي أنا المفروض أتحصن بها، أقرأ سورة الفاتحة، أقرأ آية الكرسي، وضيفي ليها كمان الآية 102 في سورة البقرة، ضروري جدا أن أنت تقريها، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وتقري آية الكرسي بعدها خواتيم سورة البقرة، وكذلك خواتيم سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض، هتقري دي كمان، وتقري المعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فردي مش قادرة أقرأ كل ده، هلتزم المعوذات، آية الكرسي والمعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وجاء فيها حديث صحيح بأنه الإنسان يتحصن بهذه الثلاث عند صباحه وعند مسائه، بعد ما صلي الفجر وبعد ما صلي الصبح أقرأ التحصين، وبعد صلاة العصر قرب المغرب أو بعد صلاة المغرب أقرأ التحصين بتاع المساء. ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء يا صاحبة السؤال الست أم سيف. الست أم أحمد متجوزة في بيت عيلة بتحصل مشاكل، هي ملتزمة بالواجبات العالية لكن ساعات بيزعلوا منها وياخدوا جنب، لو ابنها ضرب ابن عمه تحصل مشكلة. الأمور دي يا ست أم أحمد طالما أنا قاعدة في بيت عيلة عايزة قدر كبير من الصبر وقدر كبير من الحكم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أي ضائقة، أي شدة، أي وضع حرج أنا فيه، المؤمن على طول بيتسلح بالأسلحة اللي القرآن الكريم وجهنا إليها، واللي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا إليها، سواء بسنته القولية أو بسنته الفعلية. الحكمة معناها أن أنا ما تهورش وأجري مع اللي بيعملوا مشاكل، فأعمل مشكلة من لا مشكلة، يبقى زي ما احنا بنقول في مصر يعملوها الصغيرين ويقعوا فيها الكبار. لا، أنا أخد ابني وأفهم فيه قد ما أقدر. طبعا أطفال مع بعض يعني ده شيء طبيعي إن هم يعني يتشاكسوا ويتخانقوا، ده شيء طبيعي. وبعدين لما يزعل أقول لهم يا جماعة ده طفل صغير وبتاع، طب أنا هاخده، تاخدي ابنك وتروحي فرصة كده تاخديه وتروحي البيت وتسكني كده في بيتك قدر الطاقة، وحاولي قللي قدر المستطاع الوجود. الوجود خليه في الواجبات اللي انتم متفقين تعملوها، وارجعي بعد كده خدي الولد وعدوا في البيت. وانا بحييك انك مش بتشغلي زوجك في انك تقولي له دول عملوا دول سووا، وبعدين ساعات الزوج بيبقى في مأزق مش هيقدر يواجه الاب او الام او الاخوه، فنبتدي نعمل مشكلات ويبقى هو مش قد هذه المواجهه في البيت، يبقى صراع، ما يبقاش سكينة ورحمة ومودة اللي هي المفروض تكون موجودة في البيوت. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ودايما تدعي ربنا تقول يا رب اللهم أصلح ذات بيننا، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، واصبر وادعي وأكون حكيم في تصرفاتي، ما جريش أعمل مشكلة مع اللي بيعملوا مشكلة. المؤمن الذي يصبر على أذى الناس، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فأنا باخد ثواب، أيوة، على تحملي اللي بيعملوه فيا باخد ثواب. بالنسبة لسؤال حضرتك الثاني، أنه بتتكلمي عن الاغتسال من الجنابة وبتقولي بقى اليوم الثاني من هذا اللقاء الزوجي قد أرى أو قد ترين سائلا، فهل لابد منه من وضوء أو من الاغتسال؟ السائل النازل بعد الجماع في اليوم الثاني، لو حضرتك تيقنتي بتعرفي تميزي أيتها السائلة الكريمة من كونه من مائك اللي هو كان بسبب اللقاء، فيبقى علينا الغسل. لا لا، أنا مش عارفة أو أن أنا مش متيقنة هذا الأمر، فخلاص حضرتك تتوضي ساعتها إذا كان من السائل العادي اللي بينزل خلال يوم، مش من السائل اللي هو الماء الخاص بحضرتك بسبب عملية الجماع، يبقى حضرتك متيقنة أنه مش هو، تقدري حضرتك تتوضي وما فيش أي شيء. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ولو كان يعني من باب الأحوط بعد اللقاء بننتظر شوية، إذا ما كانش فيه صلاة هتدخل وتضيع، فانتظر شوية وبعدين بحيث أنه يعني يتم التيقن من تمام الطهر. صاحبة السؤال الست أم أحمد، بالنسبة لي
معانا وقت ولا؟ طيب بالنسبة لي الست سلوى اللي كانت بتقول بنتها توفيت وهي زعلانة من زوجها ومن زعلانة من بعض الأقارب إن هم آذوا هذه الابنة بأنهم ما سألوش عليها وقت المرض. هي كانت عملت حادثة وبعد كده قعدت في المستشفى وقت طويل، فبتقول أنا بعملهم وحش ومش عارفة أتعامل معاهم كويس. لا، لازم الإنسان يتغلب على هوى النفس. لازم أبقى أنا فاهمة، إنما أكون حضرتك بتقولي أنا مقطعاهم وما بكلمهمش وما بحاولش إن أنا أكلمهم. لا، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فده إحنا مأمورين بإن إحنا نقابل اللي أساء، إحنا ما نبقاش عاملين زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال لا تكونوا أمعة، إذا أحسن الناس أحسنتم وإذا أساءوا أسأتم. واحد بيعاملني كويس فأنا بعامله كويس، واحد بيعاملني وحش فأه أنا كمان هعامله وحش بل أشد عليه كمان. لا، المؤمن غير، المؤمن مش باصص للعلاقة دي، باصص لما هو مترتب على إحسانه أو على إساءته لهذا المقابل له. فأنا بعامل الله في اللي قدامي، فإذا بعامل الله في اللي قدامي فارق، أنا منتظر الثواب من الله. ده بيأذيني أو أذاني، طب ده أنا متحمل، بتحمل، والوجع ده أنا عليه ثواب، لأن وما من شوكة يشاكها العبد إلا وغفر له. الأذية بقى لما تكون في حد عزيز، ولاقي جوزها ولاقي أبوها ولاقي أي حد أذاها، ودي بنتي الغالية اللي أنا كنت معتمدة عليها واتعملت حادثة وقعدت في المستشفى وقت محدش سأل فيها وأنا بعملهم بالكاد، لا ده أنا أحسن إليهم قدر الطاقة، ما عملش وحش ولا أقابل السيئة بمثلها. أعفو وأصفح. ودي وما يلقاها إلا الذين صبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا صاحبة السؤال الست سلوى، ربنا يغفر لهذه الابنة ويرحمها ويجعل هذا التعب وصبرها عليه مغفرة لها ورفعة في درجاتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من الذين يعني يشربون من يد النبي عليه الصلاة والسلام من كأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم أمين أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا الإنسان صبر، شوفي بقى النبي عليه الصلاة والسلام بشر به إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم. الله تعالى أعلم، لكن شوف هذا الحوار عشان نرى فضل الله تعالى، وهو صاحب الفضل والعطاء، ده هو اللي ده هو اللي خلقنا وأوجدنا ورزقنا بالأزواج ورزقنا بالأولاد، إن شاء إنه ياخد حد بتاعته مش بتاعتنا احنا، كلنا ملكه، لله ملك السماوات والأرض. شوف لما يقبض الله سبحانه وتعالى ولد إنسان، فيقول الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده. أصل نعمة الابن دي أو الولد، نعمة الولد سواء ذكر أو أنثى للإنسان نعمة مش عادية. قبضتم ثمرة فؤاده، يعني ده فقد مش سهل، فقد مش سهل. فتقول الملائكة نعم، فيقول فماذا قال عبدي، فيقولون يا رب حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بيوت الجنة غير بيوت الدنيا، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. امرأة فرعون لما سألت الله قالت له ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، فبيوت الجنة غير وبيوت بيتك اسمه بيت الحمد أيتها الصابر على فقد ابنتك. ويا من أنت يا أيها الإنسان، أي إنسان أي ما فقدت ولدا من أولادك ذكرا كان أو أنثى، صبر الإنسان وحمد ربه تعالى وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، بني له في الحال بيت الحمد، لأنه ابتدى بالحمد واسترجع إن أنا عايش في الدنيا الفترة ومآلي إلى الله تعالى العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام،
اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله، يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.